عربية. لا يا فندم بلاش البوكس، يا ريت عربية ملاكي أحسن. العنوان قهوة فتوح مولات على ناصر حرب برغوث يا فندم. برغوث برغوث. طب يا فندم مع السلامة. بوري. ازيك يا ميمي؟ حسن بهنسي بهلول مع معاملة وفق. زمانك ماشي بسرعة كده ليه؟ سرعة التواجد مطلوبة. يا ابن الحلال فاهمني ايه الحكاية؟ احنا برضو ولاد حتة واحدة. دي مسائل كبيرة يا معلم، خليك في حالك. روق القهوة نظفها. ولو عندك زبون شيل ممنوعات وزعه. تعرف طبعا الحكومة جاية. يا ابني يا حبيبي انا قلبي عليك. وانت لو قلبك عليا كنت تقول الحساب تقل، لو قلبك عليا بصحيح ما كنتش تجيب ست الحساب دي خالص. مين في اسمه حسن بهلول؟ في حد هنا اسمه حسن بهلول؟ ما اعرفش. مين فيكم هنا اسمه حسن بهلول؟ انا حسن بهلول. هو حضراتكم ايوه احنا ولحقتوا توصلوا بسرعة ازاي في الزحمة دي؟ طبعا انتوا الاشراف بتاعكم خضر على طول. اتفضل معانا. كده على طول؟ من غير ما تشربوا شاي ولا تشدوا واحد بوري؟ يلا بسرعة احنا مستعجلين. أوي. طيب. السلام عليكم يا معلم. السلام عليكم يا رجالة. السلام عليكم. اتفضلوا. طب ما حدش عايز يوصل لأبو تاتا المنيب، احنا معانا عربية. اتفضل. اتفضل حضرتك. وايه الحكاية؟ دي حسن مسكوب أمن الدولة. دي حسن مسكوب أمن الدولة. محروس محروس، وبتوع أمن الدولة خدوه ليه يا محروس؟ هما ما خدوهوش، ده هو اللي بعت جابهم عشان ياخدوه. تلاقيه عمل حاجة وبلغ عن نفسه، ما انتي عارفاه. ما تتكلم كلام عاقل. ما تعرفيش ايه الحكاية يا هناء؟ أنا زيكم، ده سر كله معايا. بقول لك يا ست هناء، ما تنزلي تشوفي له واسطه ولا شدي له محامي. ممكن ولع لو سمحت. لو سمحت يعني. يا فضيل يا فضيل، خد يا فضيل. اتكلم. ولع فضيل. ولع فضيل. هتقع فضيل. مين اللي بولع فضيل ده؟ تفضل تفضل. سعيد انا. تعرفش مين عفضيل؟ سعيد. انت يا حيوان! انت! اتكلم! انا شايفكم مسؤولين. ابقى اجي وقت تاني.
ايه بقى الاخبار الخطيره اللي عندك يا اخ حسن؟ حضرتك عارف مصنع البلاستيك اللي في الطريق الصحراوي عندي تلو 38؟ ايوه عارف. بكره الساعه 10:30 المصنع ده هيولع، النار هتشعلل فيه. ومين بقى اللي هيولع يا اخ حسن؟ والله انا اللي اعرفه انه هيولع. انما مين بقى دي مهمه حضراتكم. سلام عليكم. استنى، عرفت ازاي ان المصنع هيولع؟ بلاش السؤال ده لاني مش هجاوب عليه. انا عرفت وتاكدت وخلاص، ومستعد اتحمل عقوبه البلاغ الكاذب وازعاج السلطات. لكن تسالني عرفت ازاي وقت حضرتك هيضيع وجهاز المصنع يتحرق واحنا لسه هنا قاعدين؟ واضح انك متعلم يا استاذ حسن. بكالوريوس تجاره. الوظيفه؟ عاطل. وعاطل ليه يا حسن؟ زي ناس كتير غيري، اصل انا كنت كمان اشتغلت كام شغلانه كده وبعدين سبتهم، او بمعنى صح هم سابوني. كنت دايما اتخانق مع الرؤساء. ده انت مشاغب بقى. ده كان زمان في المدرسه. انما دلوقتي ومصلحتك ايه تبلغ الحريق؟ مصلحتي ايه؟ لما المصنع هيتحرق عدد العاطلين اللي زي حزيت 40 50 مليون جنيه هتاكلهم النار. شوف بقى المبلغ ده يفتح كام بيت والمده قد